بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أدع بل شاهدت الحسين مجدلا وكانت دموع العين ماء فراتي. الزهراء تجاوب دعبل قصيدة المعروفة، دعبل يكلم الزهراء: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا. موتشي هنا الزهراء تجاوب دعبل بهاي القصيدة لعلي عسيد العاملي: أدعبل شاهدت الحسين مجدلا وكانت دموع العين ماء فراتي، أتيت إليه رغم كسر بأضلعي، أجر ذيول الحزن بالعثرات. أدعبل شاهدت الحسين مجدلا وكانت دموع العين ماء فراتي، أتيت إليه رغم كسر بأضلعي، أجر ذيول الحزن بالعثرات. هويت بلطم الرأس للخد عنده، هو يقولها إذا للطمت الخد، هويت بلطم الرأس للخد عنده، ولطخت من قان الدماء وجناتي. هويت بلطم الخد، هويت بلطم الرأس للخد عنده، ولطخت من قان الدماء وجناتي. فلله فرد يستضيف بصدره مئات من النشاب تلو مئات الحسين. فلله فرد يستضيف بصدره مئات من النشاب تلو مئات، تريبا سليبا عاريا عافرا على رمال كحر الجمر متقداتي. تريبا سليبا عاريا عافرا على رمال كحر الجمر متقداتي. بعد شو تقول الزهراء الدعبل؟ وفي خصره رمح، وفي خصره رمح، وفي القلب نبلة، وأعضاه لم تعرف من الضربات، وأعضاه لم تعرف من الضربات. بعد جمعت له الأعضاء من بعد رضها ليدفنها السجاد ذو الثفنات. جمعت له الأعضاء من بعد رضها ليدفنها السجاد ذو الثفنات. أدعبل قم، هو يقولها أفاطم قومي، هي شو تقول له؟ أدعبل قم وادعو المحبين للبكاء. ليش؟ أدعبل قم وادعو المحبين للبكاء، فمن بعد أبنائي سروا ببناتي. أدعبل قم وادعو المحبين للبكاء، فمن بعد أبنائي سروا ببناتي. شلون سروا؟ يتامى أياما صارخات النوائح، أسارى بقيد الشمر في الفلوات.
وسارى بقيد الشمر في الفلوات يتامى أياما صارخات النوائح وسارى بقيد الشمر في الفلوات بعد عليهن اسمع عليهن على النساء عليهن أرخى الرأس نورا ومنعة فكن عن الأنظار محتجبات عليهن أرخى الرأس نورا ومنعة فكن عن الأنظار محتجبات فكن عن الأنظار محتجبات وفيهن بالعسال تقرع زينب وفيهن بالعسال تقرع زينب وتسحب من عات لآخر عات فما أهون الأيام من بعد سبيها ليوم به للثأر ينهض آتي يا أبو صالح فما أهون الأيام من بعد سبيها ليوم به للثأر ينهض آتي ينهض آتي ينهض آتي والله زينب 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 وماكو مثل زينب مره وبفضلها تاهت عقول الورى خلي كل شي تقول تبقى مقصره شانها شان الزكية شانها زينب وماكو مثل زينب اسم والنعم منك يا زينب والنعم انت شاف الخدرك النشم الشهم ذاك ابو فاضل فخر عدنانها صدت وشافت حسين على الذرة صدت وشافت حسين على الذرة قل لي شو تسوي وبقت متحيرة تنزل الدفنة وهي مخدرة والغسل قبل الدفن وجفانها والغسل قبل الدفن وجفانها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون الزوار يتبدلون كل ليلة في هذا المكان وأنا نفس الموضوع أريد أستمر فأحب أذكر يعني أو أبين شنو اللي قلته البارحة حتى من أكمل الليلة يكون واضح البارحة قلت زيارات الحسين بشكل عام بها ثلاث أمور أساسية ثلاث أمور أساسية بزيارات الحسين الواردة في كتبنا في كتب أدعيتنا في إلى مصادرنا زيارات الواردة عن المعصومين أقصد الزيارات الواردة عن المعصومين عليهم السلام بها أمور كثيرة منها ثلاث أمور أساسية منها مو على نحو الحصر منها ثلاث أمور أساسية تجدوها تقريبا في كل زيارة أو في أكثر زيارات آل البيت وخصوصا الحسين عليه السلام وإحنا بليالي زيارة الحسين سلام الله عليه البارحة سلطت الضوء على الأمر الأول اللي هو السلام عادة زيارات الحسين عليه السلام أنها تبتدئ بالسلام السلام عليك عادة وزيارات الأئمة بشكل عام هالشكل والحسين كذلك عليه السلام البارحة أشرت كم إشارة على السلام في زيارات الحسين للإخوة اللي كانوا موجودين بالمجلس كم إشارة بيّنت قلت الكلام في السلام كثير كم إشارة أشرت على ثقافة السلام أو السلام في ثقافتنا الدينية قلت هناك آراء في السلام على الحسين رأي من الآراء السلام على الحسين أو السلام عليك يا أبا عبد الله يعني اسم الله عليك يا أبا عبد الله فالسلام اسم من أسماء الله تعالى هذا رأي رأي ثاني السلام عليك يا أبا عبد الله يعني ما يصلك مني يا أبا عبد الله إلا السلام
يعني كأنه أنت تعاهد الحسين لما تسلم عليه أنه أيسو من الآن فصاعدا بعد شنو ما يوصلك مني. والبارحة قلت أنا الحسين عليه السلام أمتنا عليهم السلام أحياء عند ربهم يرزقون يرون ويسمعون، وهذا تكلمت به مفصل ليلة البارحة. فبالنتيجة هم يروننا ويشوفون أعمالنا ويسمعون كلامنا ويفرحون بأعمالنا الزينة ويتألمون بأعمالنا لا سامح الله الموزينة، بالنتيجة يتفاعلون معنا في حياتهم وحتى بعد شهادتهم. أخواني أقول لكم قضية التفتوا لي جزاكم الله خير، بس التفتوا لي، أكو رواية معروفة عن رميلة، رميلة الظاهر رميلة، هذا الإمام علي شافه وقال له صار لك فترة ما أشوفك، قال له كنت مريضا يا أمير المؤمنين والآن تقريبا صحيت. الدور هو باوع الأمير المؤمنين، قال له أنت وجهك أصفر يا أمير المؤمنين، شنو منايم البارحة مثلا ما ماكل ما كذا؟ قال لا والله إنا نمرض لمرضكم، أنت لما تمرضت أنا هم مرضت. رواية هسه هاي رواية، قال له إنا نمرض لمرضكم، أنت لما واحد من شيعتنا يتمرض احنا هم نتمرض عليه. هالشكل الإمام قال له وهذا الصفار لبوجي علامة مرضي اللي بسببك. بس هاي رواية واردة في مصادر مهمة عندنا، معناه يتفاعلون معنا يروننا يسمعوننا، وهذا قلت لكم القرآن يثبت هذه الحقيقة. هذا مو حكي أريد أقوله للأخوة أطيب بي مشاعرهم أو أنطيهم بي، لا مو هالشكل، هاي عقيدة احنا نعتقد بيها. القرآن الكريم هم ثبتنا إياها، باوعولي القرآن الكريم هم شنو ثبتنا إياها. أمامك إذا تلتفتولي، أمامك قال يا ليت قومي يعلمون من بعد ما استشهد، ولي من أولياء الله تعالى استشهد، قالوا له مثلا هاي جنان البرزخ أمامك، مو جنان القيامة، جنان البرزخ. الإنسان المؤمن لما يموت يدخل إلى جنة من جنات البرزخ إلى أن رب العالمين يقيم الساعة وإلى آخره، والإنسان الموزين هم يكون في نار من نيران البرزخ وينتظر يوم القيامة. وهالشكل هذا ما بين منعم وما بين معذب إلى يوم القيامة. زين، هذا مؤمن قتل في سبيل الله، أشار له القرآن الكريم لما قالوا له تفضل إلى جنة البرزخ، قال يا ليت قومي يعلمون شلون ربي غفر لي، شلون نعمني، شلون كذا، شلون فكر بقومه وإلى آخره. يعني ما منقطع عن هذا العالم، مشاعره وأحاسيسه باقية مع ناسه وأهله. هذا ولي عادي من أولياء الله تعالى، ما يصل إلى مقام الحسين ولا إلى مقام الحسن ولا إلى مقام موسى بن جعفر. دباوعول يا زوار، أقول هذا الحكي مو أريد أقنعكم شلون مكان هيك، يعني بس أريد أقوي عزيمتكم وأشحذ هممكم، لا مو هالشكل. إحنا القرآن الكريم نعتقد بالحق أنزلناه وبالحق نزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه. إنا له لحافظون، شنو بعد؟ إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هذا القرآن الكريم، القرآن لما يقول لنا هيك حقيقة إحنا بنعتقد بيها، مو مسألة إحنا نريد شلون، لا مو هالشكل. أقول هذا ولي من أولياء الله، لا هو نبي لا هو إمام، قتل في سبيل الله. القرآن ذكره يقول لما انتقل للعالم الآخر مشاعره وأحاسيسه تجاه أهله وناسه في عالم الدنيا بقت موجودة، وهو يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويتمنى لهم ما هو فيه. هذا ولي عادي من أولياء الله قتل في سبيله، القرآن الكريم يقول هيك مشاعره وهو في ذلك العالم. زين، هذا لما تخلي الحسين شلون سيد الشهداء، عبر التاريخ سيد شباب أهل الجنة، حسين شلون؟ هذا ولي من أولياء الله، القرآن هيك يسولف عنه. الحسين شلون؟ أحكي لك واقع مو مسألة. هذا أهل البيت فعلون يعني يروننا يسمعوننا يطلعون أعمالنا، قسم من أعمالنا تفرحهم قسم من أعمالنا تحزنهم، فإحنا هم كون كلش ندير بالنا على وضعنا كلش. أنا المتكلم قبلك، لأن أنا يوم القيامة وحاسب قبلك المشكلة، لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن كون نرتب أمورنا قدر الإمكان، قدر الإمكان كون نرتب أمورنا، حلالنا حرامنا حقوق الناس أعراض الناس غير هذا كله كون نرتبه. إحنا إذا تريد تفرح الأئمة هالشكل كون نشتغل، إذا نريد نفرحهم واحد يريد يحزنهم طبعا كيف. قصة ابن عطاء معروفة، أنا قايلها على المنبر كم مرة. ابن عطاء راح المكة وإجا للمدينة حتى يزور الإمام الصادق، وبين مكة والمدينة كم كيلو تقريبا؟ 400 500،
هسه بهالحدود هذه من 400 الى 500 تقريبا، يعني مسافه طويله سياره ماكو بذاك الوقت. فهو من يقطع هاي المسافه على ناقه وعلى رجليه مسافه طويله يعني تقريبا بصره كربله مثلا او نجف. هذا قطع هاي المسافه وتمرض بالطريق، يظهر الجوهم كان شاتي مو صائف، مو دنيا صيف شتاء، يظهر تمرض اصيب بالحمى بالزكام شت عبر. وهاي روايه في اهم مصادرنا مو شيء من جيبي. وصل للمدينه بوقت متاخر بعد منتصف الليل، وهو كله يرجف، الحمى شديده عنده، صاعده عنده الحراره، وكله يرجف مريض. وصل البيت الامام الصادق، قال مو لائق ادق باب الامام بهيجي وقت، عنده ذوق. قال هسه لعله الامام استوى نايم، استوى يريد يستراح، اني اجي ادق الباب على الامام قاعده من نومه، والله شنو انا مريض على شنو؟ خو انتظر الصلاه الفجر امامي يقعد للصلاه وادق الباب عليه وادخل البيت. يقول بس قعدت على باب الامام الصادق اسمع الصوت يقول للغلام افتح الباب لابن عطا، افتح الباب لابن عطا. يقول ان فتحت الباب قال اهلا بزائرنا، فاتح ايدي الامام، اهلا بزائرنا، هلا بيك. يقول انا هم قمت ابكي، انهاريت، قعدت على صدر الامام ابكي، قلت له يا ابن رسول الله ما ردت ازاحمك. قال لي شنو تزاحمني، انت طلعت من مكه وعيني عليك، انت طلعت من مكه، من مكه طلعت وانا عيني عليك مراقبك الى ان وصلت لهنا وادري بيك مريض وانا منتظرك. يقول بعدين الامام، يقول انا هم من هيك قال للامام، هاي هم يعني الكلام هذا لكم زوار الحسين، باوعوا لي الله يحرسكم، هذا الكلام الزوار الحسين باوعوا. يقول من شفت الامام هيك متفاعل وياي وشبقني ويقول لي انا من مكه عيني عليك وادري بيك مريض ومنتظرك، يقول شوف انهاريت، اخرجت اليه قدمي، هاي بالنص، وقد تفلقتا، الروايه تقول وقد تفلقتا من المشي، رجلي صاير بيها شنو مثلا شقوق، صاير بيها ماشي هواي 400 كيلو ماشي 500 كيلو ماشي. يقول اخرجت اليه قدمي وقد تفلقتا، قلت له هذا كله من اجل ازورك. يقول قال لي يا ابن عطاء، قلت نعم فداك. قال لي وهل الدين الا الحب؟ وهل الدين الا الحب؟ تشلون جو شنو حبنا تريده سهل؟ طبعا انت ما دام تحبنك وتتحمل هاي وغيرها، وهل الدين الا الحب؟ يقول بعدين قال لي انت مريض شو تعال. يقول مسح علي فبرئت باذن الله تعالى. اقول ايها الاخوه ستو هاي مشاهد رايحين تزورون الحسين، هذا يزور الامام الصادق تزورون الحسين، هو الامام الصادق يزور الحسين عليه السلام، رايحين تزورون الحسين يزورون الامام معصوم. مثل ما ابن عطاء كان عنده امام زمان يستقبله، انتم هم عندكم امام زمان، عندكم يوم ما عندكم امام زمان، انتم هم عندكم امام زمان اسمه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللي نفس الامام الصادق يقول عنه لو ادركته لخدمته طوال ايام حياتي. والله رواية، والله رواية، يقول لو أدركت المهدي لخدمته طوال أيام حياتي، هذا الصادق يقول. شنو هذا الكلام؟ حقيقة كلام أنا ما أفهمه بصراحة، ما أفهم. أنتوا رايحين تزورون إمام معصوم وعدكم إمام زمان هم يراكم لما تمشون بهذا الطريق لزيارة جده الحسين عليه السلام، وهو دعاكم لزيارة الحسين، وهو الذي دعا لزوار الحسين، اللهم ارحم تلك الوجوه، هو الذي دعا لزوار الحسين جعفر بن محمد الصادق. أنا قاري رواية ومسؤول عن كلامي، تقدر تحاسبني تقول لي وين بعدين. أنا قاري رواية واحد من أهل المدينة زار الحسين عليه السلام، محب لآل البيت زار الحسين، لما رجع من زيارة الحسين زاره الإمام الباقر، زاره إلى داره، قال له يا ابن رسول الله أنا كان ببالي أني أجب خدمتك أزورك، أنت تجيني شلون؟ قال له أنت زائر جد الحسين أنا أزورك، جاي من زيارة الحسين أني أزورك. هيجي أهل البيت ينظرون لزائر الحسين، يعني القضية مو هينة مو سهلة، كبيرة عند أهل البيت عليهم السلام. أنا أسألكم سؤال، إذا الزوار يلتفتوا لي الله يعزهم ويحفظهم، ما أريد أطيل عليهم وأتعبهم، أنا أقبل أقدامكم وأتشرف بتقبيل أقدامكم.
تراب أقدامكم. هاي مو مجاملات، ما أعرف أجامل على المنبر، أقول هذه عقيدة وحق الحسين، تراب أقدامكم. أكو واحد يقدر الآن يقوم على رجليه مسيطر يقول أنا أديت حق النبي علي؟ رسول الله إلى حقوق علينا يوم ما إله، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لقد من الله من من من. شلون حكاية كبيرة هاي، تعرف شنو الحكاية؟ هو رب العالمين يقول لا تمنن تستكثر، الله يقول لا تمن، الله يقول لنا يقول من تنطي واحد فلوس شنو؟ لا تمن عليه، المنة مو صحيحة، لا تمن. هو القرآن ايش قال لنا؟ قال لا تمنون، من تنطي شيء لا تمن، لا تستكثر، لا تخاف، اعطي المال مال الله وهذا عبد الله، انطي من شنو خايف؟ ولا تمن من تنطي، نفس اللي يقول لنا لا تمنون هو من علينا بمحمد. شنو نعمة النبي؟ شقد كبيرة اللي رب العالمين اللي قال لنا لا تمنون هو يمن علينا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، لقد من أني أمن عليكم دزيت لكم سيد الخلق. شاش كبر النعمة؟ أكو واحد يقدر يدعي يقول أنا أديت حق هذا النبي العظيم إذا دعاكم لما يحييكم محمد أحيانا؟ أكو واحد الآن يقدر يوقف بحاله ومسيطر يقول أنا أديت حقوق النبي علي؟ هو أنت بالبداية تقدر تأدي حقوق أمك وأبوك حتى تروح لمحمد سيد الخلق؟ أكو واحد يقدر يقول أنا أديت حق أمي؟ من يقدر يتجرأ؟ شون النبي حق أبويا؟ شون النبي؟ أنا وأنت أبوا هذه الأمة، ما حد يقدر. أئمتنا يقولون من زار الحسين فقد أدى حقنا وحق جدنا رسول الله. أكو واحد يدعي يقول أنا أديت حق الأئمة كلهم؟ يقدر واحد يدعي هيك ادعاء؟ أديت حق تعبهم، حق شفاعتهم، حق تضحياتهم؟ أئمتنا قالوا لي زور الحسين فقد أدى حقنا. أقول هاي الزيارة لا تنظروا لها فد نظرة سطحية عادية، زيارة الحسين رواياتنا كبيرة، ومو رواية وعشرة وعشرين وثلاثين وأربعين وخمسين، أكثر روايات كثيرة بزيارة الحسين، مجموعها يخليك تندهش أمام عظمته، روايات متواترة متضافرة يقوي بعضها بعض، شو تريد تعبر عبر. العلامة المجلسي بالبحار أفرد لها مجلدا كاملا بس روايات زيارة الحسين، كامل الزيارة لابن قولويه أستاذ الشيخ المفيد، أكثر كامل الزيارة روايات زيارة الحسين، أكثرها في زيارة الحسين. قضية مو هينة مو سهلة، ولهذا دول شباب من الأطياب الكرام استغلوا هاي الزيارة استغلالا حسنا جزاكم الله خير واستفيدوا منها. لما نزور الحسين كون نرجع مو مثل قبل زيارة الحسين، بعد زيارة الحسين كون نختلف تماما عما قبل زيارة الحسين. هالشكل هذا هم أئمتنا تعلمون هيك قالون. مثلا خل أقرأ لكم هاي الرواية بكامل الزيارات حتى تشوفون، مثلا رواية أقرأ لكم، ما أقرأ هواي العام، العام هو قريت روايات للزوار اللي كانوا جايين. هذا كتاب كامل الزيارات لابن قولويه المتوفى سنة 368 للهجرة. احنا الان يا سنة للهجرة شباب 1400 وش قد و43، ابن قولويه متوفى 368 للهجرة، 368 للهجرة، يعني قبل اكثر من 1000 سنة متوفى، وهو أستاذ الشيخ المفيد. والشيخ المفيد كما تعلمون هو شيخ الشيعة الأكبر، شيخ الشيعة الأكبر هو المفيد بلا منازع، سيد المرتضى تلميذ المفيد، وشيخ الطائفة الطوسي تلميذ المرتضى تلميذ المفيد، فاسم ضخم الشيخ المفيد، اسم ضخم كبير تخضع له الرقاب. شفت بعض اللي كتبون بالتاريخ من غيرنا، أحجب يعني بدقة من غيرنا، بعض اللي عندهم موسوعات تاريخية من غيرنا
يقولون في هذه السنة أراحنا الله من المفيد وقضى عليه وخلصنا منه. توقع الشيخ المفيد شال مسوي بحيث بعضهم يهلهل السنة الله خلصنا من المفيد. توقع شال مسوي الشيخ المفيد اللي وجد مكتوبا على قبره ونسبت الأبيات للإمام المهدي هسه نسبت: لا صوت الناعي بفقدك إنه يوم على آل الرسول عظيم، إن كان قد غيبت في جدة الثرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم. ومعروف أن الإمام المهدي أرسل رسالتين للشيخ المفيد، وواحدة من تعبيرات الرسائل يقول له إلى الأخ واحدة من الرسائل هيك معنونة، فجأة اسم كبير هذا الشيخ المفيد رحمه الله عليه، ابن قولويه أستاذه صاحب كامل الزيارات. الأحبة وياي لو مو وياي شنو من سعادة على طريق الحسين ونسمع أمتنا شنو يقولون بزيارة الحسين، شنو من سعادة؟ الله لا يحرمنا منها ولا يحرمكم منها جاه سيد الشهداء. أيوة. وإن شاء الله هم من خلالكم ومن خلال هاي وجوهكم اللي لايحتها الشمس بزيارة الحسين، اللهم ارحم تلك الوجوه التي إن شاء الله هم نقول لكل شيعة أهل البيت في العالم اللي يشوفون الآن النوب عنكم بالزيارة حتى يرتاحون حتى يطمئنون إن شاء الله تعالى. يعني ندري كثير من قلوب، بل كل قلوب شيعة أهل البيت هاي الأيام مشتاقة لزيارة الحسين عليه السلام، حقهم شيعة البيت، حق حسين هذا. والله شوف هاي الرواية أرجوك، الباب الثاني والستون في كامل الزيارات: إن زيارة الحسين، هاي معنونها ابن قولويه رحمه الله، إن زيارة الحسين تحط الذنوب. هذا الطبع الأمامي بتعليق العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي بالبحار، وبعد وتعليق العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب الغدير. زين، أرجوك باوع يعني انتبه للرواية أرجوك. عن الإمام الصادق عليه السلام: أعرف قدرك، أعرف قيمتك، أعرف عملك اللي أنت الآن به. عن الإمام الصادق عليه السلام: إن لله ملائكة، ما أدري الملائكة على صنف يو أصناف، أصناف على قسم يو أقسام، على مرتبة يو مراتب. يقول إن لله ملائكة، دول شنو شغلهم؟ موكلين بقبر الحسين. أنت رايح له، أنا ما أفهم هذا الحسين شنو، والله ما أعرف هذا الحسين شنو، ولا الدنيا كلها تعرفه. تتصور بس الملائكة الله موكل قسم منهم بالحسين، حتى الجن الله موكل قسم منهم بالحسين، الإنس، الله موكل قسم منهم بالحسين. الزهراء من قلة الأبيها: إذا الحسين يقتل بزمن خالي مني ومنك ومن أخيه فمن الذي يزور قبره يبكي على مصيبته ينصب مأتمه؟ قال: يا فاطمة، إن الله سيخلق له شيعة إن الله سيخلق يا فاطمة حسين، الله راح يخلق له ناس خاصين. يعني فأنت هاي الروايات من تجمعها تشوف الله خالق ملائكة بس للحسين، الله خالق جن يرثون بس للحسين، الله خالق إنس بس للحسين، الله خالق ناس شغلهم عملهم الحسين من الصبح لليل، أصلا ما يعرف غير الحسين. وذول أصحاب المواكب والهيئات والتكايا والمجالس، وهاي مواكبنا على الطريق كله، ذول الله خالقهم للحسين، وإلا ذول كل واحد منهم عايف أهله صار له 10 أيام 12 يوم 13 يوم شغله عمله أهله رزقه ناسه، عايف الأول والتالي ومن الصبح للليل هنا. أنا شنو؟ لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
هاي ما إلها غير ذولا الله خالقهم لسيد الشهداء، وإلا شنو؟ فسر لي اياها انت، فسر لي اياها شنو، فسر لي اياها. خدمة الحسين من 1 محرم ل30 صفر مجالس. شنو هالخلق؟ شنو هالقابلية؟ شنو ذولا الله خالقهم لهذا الشيء ولا شنو؟ اوه هو هذا شافهم اهل لهاي الخدمة، هم ذولا اهل، وهم هم رب العالمين ينطيهم وجاهة دنيا واخرة بيمن. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين. شوف عندهم وجاهة، الله منطيهم وجاهة بالدنيا، والله معطيهم وجاهة بالآخرة ببركة الحسين وبخدمة الحسين عليه السلام. حافظوا على هذا الأمر، حافظوا عليه، حافظوا عليه، وحافظوا على نزاهته، وحافظوا على عدم توظيفه لأغراض أخرى. حافظوا، لا يمين لا شمال، لا هذا لا ذاك، لا جهة لا جماعة، لا عفلان لا علان، لا ألف لا باء، لا صورة لا راية غير راية الحسين. ذني كلهن مو مكانن هنا، كلهن ذني كلهن مو مكانن، ذني كلهن توظيف سيء واستغلال سيء للقضية الحسينية. هاي القضية شعارها بس أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. هاي القضية شعارها لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين. رايتها يا حسين، شعارات المكتوبة هاي شلون المكتوبة هنا؟ يا فاطمة، الحسن المجتبى، العباس، سيد الساجدين، فاطمة الزهراء، المهدي. بس 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 الرايات حسينية، الشعارات حسينية خالصة لله تعالى، لا يمين ولا شمال ولا هذا ولا ذاك أبدا. لا تتلوث هاي القضية، حافظوا عليها وعلى استقلالها وعلى نزاهتها وعلى عدم ارتباطها. شوفوا أمتكم شنو يقولون، شوفوا أم، عرفوا قيمتها يا زوار، يا زوار الحسين. الحسين الله خلق لناس خاصين، والحسين الله خلق له حتى من الجن من يرثيه ويبكيه، وعدنا منقولات على ذلك كثيرة، أن الجن رثت الحسين، وعلى ذلك أبيات كثيرة في كتب الخاص والعام مذكورة، الآن مو محل ذكرها إن شاء الله إذا الله طان عمر بمحرم نشير لها جاي. الحسين الله خلق له ملائكة شغلهم بس الحسين كما في الروايات، ما عندهم شغل آخر غير الحسين. شنو هذا الحسين؟ اسمع، الإمام الصادق كامل الزيارات يقول إن لله ملائكة شغلهم شنو؟ موكلين بقبر الحسين، فإذا هم الرجل بزيارته، هم بعد بيته، نوى وصمم على شنو؟ زيارة الحسين. شو يسوون ذول الملائكة؟ أعطاهم ذنوبه. شلون حكي حلو هذا؟ أنت مو نويت واستعديت زور الحسين، رب العالمين شو يسوي؟ يشيل ذنوبك يعطيها ذول الملائكة الموكلين بقبر الحسين. الإمام الصادق يقول، انتبه لي، أعطاهم ذنوبه للملائكة، فإذا خطا محوها. أسألكم بالله، هاي إذا محوها بعد مو عيب الإنسان يرجع مرة ثانية يذنب؟ شو تشوفون؟ وكافي بعد، وكافي بعد. إنسان المفروض هم يصير عنده خجل مستحى، كافي. أنت رب العالمين أكرمك ببركة الحسين، قدر ذلك، احترمه، بعد ابدي صفحة جديدة. إذا لا سامح الله واحد ملوث بحق غيرك كون يرجع بعد، خلص صلاة فايدتك كون يقضي بعد، مأذي جيرانه يروح يفتح علاقة طيبة ويا بعد، زوجته ظالمها طاردها يرجعها بعد، الزوجة هي مخربطة ويا زوجها ورايحة لأهلها وتهدد زوجها بأهلها، كافي بعد كون تتأدب إذا زارت الحسين وترجع لبيتها. هاي فرصة أيها الإخوة، فرصة، هاي فرصة للتغيير هذه،
واحد عندك مشكلة ويا تبارة ويا ذمة بعد، خلاص انت الآن أبيض راح ترجع، حافظ على نفسك يا أخي يا عيوني، انت حافظ على نفسك بعد. انت من تهم على زيارة الحسين الله يشيل ذنوبك يطيها للملائكة الموكلين بقبر الحسين. الإمام يقول بس تخطو خطوة يمحون الذنوب يمسحوها. كرامة لعيونك يا للحسين، للحسين، فاحترم الحسين. حسين لما صار واسطة لمحو ذنوبك بعد كنت تحترمه تقدر الشكر، شكرك إلى بطاعة الله وترك المعصية، هذا أعظم شكر تقدمه لله تعالى ولسيد الشهداء حتى يفرح. يقول هذا الشيعي اللي بسبب رب العالمين غفر له قدر ذلك إلي، جزاه الله خير. أكمل الرواية ولا تراني بعدني ما كملت؟ أعيد. إمام الصادق كامل الزيارات الباب 62، إن زيارة الحسين تحط الذنوب، عنوان الباب. هاي مو رواية، باب بيه روايات، باب كامل بيه عدة روايات، صفحة 187 بالكامل العدي. السند موجود إلى الإمام الصادق، إن لله ملائكة موكلين بقبر الحسين، وقت بدأ يروح، فإذا هم الرجل بزيارته أعطاهم ذنوبه، فإذا خطى محوها مسحوها. زين، ثم إذا خطأ خطوة ثانية ضاعفوا حسناته. فهنا العملية صارت بس عملية محو، يو عملية إبدال السيئات إلى شنو؟ هذا طبعا بيش يذكرنا؟ هذا يذكرنا بمبدأ قرآني أشار له قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم شنو؟ حسنات. يظهر الإمام الصادق يريد يقول أعظم مصداق للإيمان والتوبة والعمل الصالح وشنو؟ هو المشي إلى زيارة الحسين عليه السلام. أعظم مصداق للإيمان للتوبة أو للتوبة والإيمان والعمل الصالح، ذن الثلاثة بالتسلسل القرآني، هو المشي إلى زيارة الحسين. ولهذا يمشي زيارة الحسين أول ما يشيلون ذنوبه، بعدين يمحوها بأول خطوة، بالخطوة الثانية يضاعفون شنو؟ حسناته. فالعملية مو فقط عملية محو الذنوب وإنما إعطاء الحسنات بل مضاعفة الحسنات لما تمشي إلى زيارة قبر الحسين عليه السلام. هاي بالخطوة الثانية. وليش أقول لك القضية اهتملها اهتملها، لا تنظر لها شلون مكان. زين، ضاعفوا حسناته، بل انتبه لي أرجوك أرجوك انتبه لي. فما تزال حسناته تضاعف كل ما يمشي الإمام الصادق يقول حتى توجب له الجنة. زين، بعد الرواية شنو تقول؟ ثم اكتنفوه الملائكة الموكلين بقبر الحسين، يكتنفون هذا الزائر يحيطون به وقدسوه. والله هاي شنو من عبارة أرجوك، هاي شنو من عبارة؟ هذا الزائر أول خطوة يمحون ذنوبه، ثاني خطوة يضاعفون حسناته، ثالث خطوة، رابع خطوة، خامس خطوة توجب له الجنة، سادس خطوة الملائكة تحيط به مال قبر الحسين، سابع خطوة يقدسوه الزائر الحسين، يقدسوه الزائر الحسين. هسه يقدسوه بأي معنى؟ يطهروه، يقدسوه بمعنى تكون إلى فد مكانة خاصة، ما أعرف ما أعرف. شوف شنو زائر الحسين، وينادون ملائكة السماء، يعني ملائكة قبر الحسين ينادون شنو؟ ملائكة السماء أن قدسوا زوار حبيب حبيب الله.
يعني مو بس ملائكة قبر الحسين يقدسون زائر الحسين، وإنما ينادون ملائكة السماء يقولوا لهم أنتم هم قدسوا زوار حبيب حبيب الله، يعني الحسين حبيب النبي حبيب الله، أنتم هم قدسوا يا ملائكة السماء هذا زائر الحسين. تقول لي شنو هذا الحكي؟ زين، فإذا اغتسلوا من يوصون كربلة ويغسل بماء الفرات، فإذا اغتسلوا ناداهم محمد. هسه مرة يناديهم ملك شيون، لكن النبي سيد الخلق سيد الجن والإنس والملائكة سيد عالم الإمكان ينادي زائر الحسين. ناداهم محمد يا وفد الله، يا زوار يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة. أنتوا رفقائي بالجنة. طبعا القرآن الكريم شنو يقول عن رفقة النبي؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا، مرافقة الأنبياء حسنة ما مثلها حسنة، شلون سيدهم. النبي يقول يا زوار الحسين يسميهم يا وفد الله، يسمي زوار الحسين أنتوا رفقائي بالجنة أبشروا بذلك. فإن شاء الله النبي نادي كل واحد منكم. أنا بس أسأل سؤال، هذا الحكي قاعد أحكيه من جيبي لو المصدر بين يدي؟ زين كمل، النبي ناداهم قال لهم أنتوا رفقائي بالجنة، انتهى الأمر. ثم ناداهم أمير المؤمنين عليه السلام. شو يقول لهم أمير المؤمنين؟ أنا ضامن لقضاء حوائجكم، أنا الضامن لقضاء حوائجكم. زين، ودفع البلاء عنكم في الدنيا والآخرة. علي بن أبي طالب لكم أنا الضامن أدفع البلاء عنكم في الدنيا والآخرة وأقضي حوائجكم طبعا بإذن الله تعالى. زين، في الدنيا والآخرة. ثم اكتنفوهم عن أيمانهم وعن شمائلهم حتى ينصرفوا إلى أهاليهم. زوار الحسين هذا شنو من مقام؟ أسألكم بالله شنو من مقام؟ هذا شنو من حكي؟ هذا هيك زيارة تستحق أن واحد يهتم بمشيه بقعدته بلسانه بنظره بصلاته بصومه، واقعا يعني هيك اهتمام وعناية واحترام لزائر الحسين. ايش قد تكون زائر الحسين يصير مهذب مؤدب مرتب محافظ على دينه وحلاله وحرامه حتى يستحق كل هذا الحكي؟ هاي خطواتكم عظيمة، هذا مشيكم عظيم، هاي زيارتكم عظيمة. الله يديمنا وإياكم على هذه الخدمة بجاه الحسين عند الله. الله يديمنا وإياكم على ذلك، الله يديمنا وإياكم على ذلك، لا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة. أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة زائر لكم. تقرؤون في زيارة إمامنا العاشر، زيارة الجامعة لأمة آل البيت الإمام الهادي، زائر لكم لائذ عائذ بقبوركم، لائذ عائذ بقبوركم، مستشفع إلى الله بكم، مستشفع إلى الله بكم. كافي بعيد. زيارة الحسين، خدمة الحسين، شرف خدمة الحسين ما مثل شرف حب الحسين. إذا أحب الله عبدا، إذا أحب الله عبدا، إذا أحب الله عبدا قذف في قلبه حب الحسين. حسين الله يرحم شيخ جعفر التستري صاحب الخصائص، ولعلم الأحبة مجلسنا بأهل فضل يعلمون بذلك ومنهم نتعلم.
شيخ أهل النجف يعرفون، وبقية زوار أهل البيت من كل محافظاتهم الكريمة الطيبة هم يعلمون. كل ناسنا وأهلنا كرام، كل ناسنا وأهلنا كرام، وعلى العين وعلى الرأس. شيخ جعفر التستري، أنا أقول أهل النجف باعتبار هو في النجف من هالباب، يعرفون الشيخ جعفر. الشيخ جعفر كان مرجع من مراجع التقليد، وكان عنده رسالة عملية شيخ جعفر، بس هو أخذ طريق الوعظ والإرشاد والخدمة الحسينية حتى توفاه الله. شيخ جعفر آخر كتاب ألف حسب الظاهر في حياته هو يقول ألفته وقد بلغت 70 من العمر، يعني في آخر نضجة العقلي شتعبر الفكري. شيخ جعفر التستري في الخصائص، في مقدمة الخصائص يقول جربت أكثر الأعمال أو كل الأعمال، ما عرفت نفسي مؤمن، بس بطريق واحد عرفت نفسي مؤمن. هكذا يقول مرجع من مراجع الشيعة في آخر عمره، يعني بآخر مرحلة نضج الفكري، يقول بس عمل واحد عرفت نفسي بيه أنا مؤمن إن شاء الله. شنو شيخنا؟ يقول أنا لما واحد يذكر الحسين أمامي قلبي ينكسر، عيني تدمع، يقول هاي فتح حالة الله منطيني إياه، بس واحد يجيب اسم الحسين أنا قلبي ينكسر، عيني تدمع. يقول هذا يثبت لي أنا مؤمن. ليش شيخ جعفر؟ يقول لأن الحبيب، هاي بالنص، يقول لأن الحبيب يقول ما ذكرت عند مؤمن أو مؤمنة إلا وبكى. إلا وبكى، إلا وبكى الحسين. شحكي لك، شقرا لك، الحسين ها وهب رجال نصراني، شاب نصراني، جاب على المسلمين وهب، جاب على الحسين وهب، رجال نصراني، شاف الحسين تأثر بي، قال له وجهك وجه أولاد النبيين يا أبا عبد الله، وهاي فرصة أرافق بيها جدك محمد، وأنا صرت مسلم يا أبا عبد الله، وهاي شهادتي. باوعلي بالله، باوعلي زين. أمه بس شافت الحسين تأثرت، قالت له هذا وجهه وجه أولاد النبيين، الحق مبين بوجهه، أنا هم صرت مسلمة. أمه قالت له هم شوفوا ليدي، لا تفوت الفرصة، قدم نفسك رخيصة، هاي الله طعنا فرصة للنجاة، روح قاتل دون الحسين، وأنا هم إذا يقبل الحسين هم قاتل. زوجته ما قبلت، قالت له استونا من الزوجين، انت احنا شنو بالحسين؟ احنا ناس مسيح وهذا ابن نبي المسلمين، واحنا شنو بالحسين؟ وبعدين إذا تنقتلت أنا وين أروح؟ قالها أنا مالي شغل بيش، في مال لا راح للحسين عليه السلام. قاتل، أثناء قتاله يسمع صوت مرة، مو صوت أمه، مو صوت أمه، يعرف صوت أمه، وأمه كانت تشجع من البداية، صوت مرة غير أمه تقول له وهب قاتل دون الطيبين أبناء الطيبين، قاتل دون الحسين. باوع مو أمه، مو باوع زوجته، أجاها قالها شنو صار؟ أنت صار لساعة من عيني، قالت له أنا ما كنت شايف الحسين، لما شفته كسر قلبي، أما تسمعه يقول ألا هل من ناصر ينصرنا، واعية الحسين كسر. أنتوا أنصار الحسين، المشاة للحسين، أنصار الحسين، وهو هي المصيبة بحد، أنا ما محضر للمصيبة، المصيبة ما حضر، هي بحد جابتني الأنصار الحسين، قضوا حق عليهم دون الخيام. تقرون وياي ولا شجعوني حتى أقرأ لكم، يا بقضوا حق عليهم دون الخيام، ولا خلوا خوات حسين لمن خلصوا تفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجم من خر، هذا الرمح بفادة فن، وهذاك صار للنشاب رن، وهذا الخيل صدر رض رضن، وهذا وذاك بالهنديم والذر. الله أكبر، حبيب طلع يقاتل، عين الحسين بعين حبيب، الله يرحم الشيخ الكاشي يقرأ هاي المصيبة، يقول عين الحسين بعين حبيب،
يقول بعد قليل الحبيب دار وجهه عن الحسين، الحسين استدار حتى يباوع الحبيب، ليش دار وجهه؟ شاف دموعه تجري وما يريد يراوي دموعه للحسين. حسين قال له حبيب ذكرت الأهل والأوطان فبكيت؟ قال لا أبا عبد الله، ولكن انظر لذيك الخيمة وباب الخيبة. نظر الحسين وإذا زينب لابسة عباية أمها فاطمة، صيح حبيب لا تقصر عن نصرة هذا الغريب. صاح الحسين أبا الفضل أرجعها، قالها أخويا اش طلعتش من خيمتك يا من فدوى يروح أخوك لهيبتك، شلون تنظامين بوجود أخوتك؟ خيمتك بسيوف ننظلي لها، تقل له أنا خايفة لا تقول مدري. الله يرحم سيد جابر أغاي. أخويا أنا خايفة لا تقول مدري، يا عباس يا صيوان خدري خدري، أنا خايفة ينهتك ستري. قلع عيناك لا ينخطف لوني، اش حدهم عدانا يوصل يا أبا يصلونك، ابن والدك قرة عيونك. ما هي إلا ساعة وقف عليهم الحسين، وين مسلم وين عابس يا حبيب؟ ليش عفتوني وتخلوني غريب؟ ليش أناديكم ولا أسمع مجيب؟ ليش أنادي وما تجيبون النداء؟ وادري بيني وبينكم حال الرداء. ما حد جاوبه، ما حد جاوبه. بعضهم يقول أجسامهم قامت تضطرب على الأرض وكأنهم يقولون لبيك داعي الله. انكسر قلب الحسين، ما حد جاوبه، راد يرجع للخيام، وإذا بصوت من خلفه، خويا الله يعينك ما لك معي. مو مال واحد يموت بهذا الحكي؟ خويا الله يعينك مالك معين، وقومك على الغبرة مطاعين. هذا طور خطيب فارس من فرسان المنبر، كبير من كبار المنبر، سيد جابر أغاي. خويا الله يعينك مالك معين، وقومك على الغبرة مطاعين. أنا منين جتني كربلا منين؟ أنا منين جتني كربلا منين؟ بويا هجمة وفرد هجمة على حسين، بويا هجمة وفرد هجمة على حسين. ما هي إلا ساعة أيضا وإذا حتى الحسين على الرمضة، بعد مو الحسين يصيح وين عابس وين مسلم، زينب الصيح حسين أحرقوا خيامنا، حسين أحرقوا خيامنا. أنا على التل صعدت يا حسين، ودمع على الوجن يجري، ردت أصرخ لكن مقدر، عبر مكسر بصدري، قمت ألطم على الخدين حتى تشوف يا ذخري، لكنك على الوجناي مشلون تشوف ما أدري. والله لجنك على الوجناي مشلون تشوف، شلون تشوف، شلون تشوف، ما أدري. بيت الدعاء وأسألكم الدعاء. وحدة من المحطات اللي تأذب كربلة، يوم 11 من المحرم لما أخذوا النساء من كربلاء أنطوا للنساء ماء، وحدة من بنات الحسين الصغيرة أنطوها ماء. حبيب بن مسلم يقول شفتها ما تريد تشرب ماء، يتحقق بالماء، تنظر إلى الماء، تفكر بالماء. علوية شربي عطشانة ما شربت، علوية شربي عطشانة ما شربت. قلت لي أبويا وين طايح؟ قلت لها من ذاك الصوب ركضت إلى تقول أنا أشرب لذيذ الماء حاشي، وأهلي قضوا كلهم.
ذهب وقلي والقضى وكلهم عطاش يا حسين الرمل صاير فراش يا بحسين الرمل صاير فراش مالي غيرك الكل يقرأ وياي حتى نختم مالي غيرك يا حبيب أم الزكية مالي غيرك يا الجنيت خيمة عليا مالي غيرك يا دمي عيني تجري بعد مالي غيرك يا طريح على الوطية مالي غيرك خويا راح امشي